بصي هنسالك الاول اسئله في الرياضه اوكي، بما انك بقى مذيعه متالقه وشاطره في قناه الزمالك ونجمه. ما تثبتنيش يا دينا، ما تثبتنيش. لا هنشوف هنشوف دلوقتي. اول سؤال، اخر بطوله افريقيه فاز بيها الزمالك كانت ايه؟ انا هحاول اعمل الورق كده عشان ما تغشيش. كم مره انت كده خدتي درجه اوكي الحمد لله، احنا بس نعلم بدل ما انسى. كم مره فاز الاهلي بدوري ابطال افريقيا؟ الاهلي 10 مرات. 10؟ لا لا، الاهلي عندي ثقافه عامه. 10 مرات ماشي، درجتين شاطره، برافو عليكي. منتخب مصر تمام فاز بلقب كاس الامم الافريقيه 2006 بعد الفوز في المباراه النهائيه على منتخب نقط كوتيفوار. كوتيفوار. لا حاسين ان انا بجاوب. لا والله حاسين. لا 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 هو انا خلصنا ولا فاضل كتير؟ لا انت كده خدتي 3 درجات، احنا قلنا 10 اسئله كده 3 من 10 اوكي. تعليمي في الزمالك لحد دلوقتي شاطره يعني، وبرافو. انت عشان مذيعه في قناه الزمالك يعني احنا لسه كان في ثقافه عامه. صح عندك في فانز. اخر مره الزمالك فاز بيها بكاس مصر كسب مين في النهائي؟ بس انا فاكره ان هي كانت 3-0 بس انا مش فاكره مين. ما فيش هنت؟ مفيش يعني. انت فاكره النتيجه ومش فاكره الفريق؟ يا مذيعه قناه الزمالك يا متالقه. طب ايه مش هنششك. مفيش خالص؟ لا ولا اي حاجه؟ لا اديكي خلاص. لا 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 مفيش مفيش في الكلام ده خلاص. خلاص اوكي ماشي. طب مين؟ مش هتقولي لي الاجابه؟ بيراميدز. اوكي ماشي بس النتيجه صح؟ لا لا النتيجه صح؟ لازم تقولي اسم الفريق. بس النتيجه صح. النتيجه صح 3-0 كان موسم 2018 2019. لا ماشي كده 3 من 10 ستيل اوكي؟ ماشي. الماتش الرقم السؤال الخامس اوكي. الماتش اللي الزمالك حسم فيه الدوري الموسم اللي فات كان ضد مين؟ لا الدوري الموسم اللي فات ده الزمالك. سيبولي انتاج حربي طبعا. صح. واللي بعديه استني بس عشان خاطر لو في بونص تديهولي. لعبنا بعديه ماتش قدام البنك الاهلي وما كانش يعني كان تحصيل حصل ان احنا كنا خلاص حسمنا الموضوع مع الانتاج الحربي بس عشان مفيش بونص زياده بس خلاص كده 4. مفيش بونص. طيب كده 4 من 10 لحد دلوقتي كويس جدا الحمد لله. كام مرة فاز محمد صلاح بلقب دوري أبطال أوروبا؟ مرة واحدة. مرة واحدة. 5 من 10 هنا. الفرعون المصري. السؤال السابع اوكي. نجم مصري، تقولي اسمه، نجم مصري محترف حاليا في الدوري الألماني وعنصر أساسي في منتخب مصر. شتوتغارت. عمر مرموش. عمر 6 من 10 الحمد لله. انا راضيه على فكره، ممكن يعني يعني انا راضيه بال راضيه عن النتيجه بس يعني ممكن ان شاء الله اللي جاي بقى اسهل. ما نشوف في المطبخ هتعملي ايه في اسئله المطبخ. السؤال الثامن جاهزه؟ جاهزه. تشربي ميه ليه؟ يعني يعني هو يعني ممكن تحطي لنا عليها عادي بس ممكن بعد ما اخلص احط لك بعد الاسئله هنشوف هتجيبي نتيجه كام. اوكي. السؤال الثامن، كام مره فاز الزمالك بلقب الدوري المصري؟ 13 مرة. ان شاء الله يزيدوا، ان شاء الله يكونوا 14 باذن الله. ان شاء الله 7 من 10 السؤال التاسع، الزمالك فاز بلقب الكونفدرالية الافريقية 2019 على حساب مين في المباراة النهائية؟ فكانت المفروض تكوني اطيب من كده. انا شريرة على والله فكرة. ما انا ببقى مع ضيوفي طيبة والله. كل ده اي هنت؟ كل ده مش طيبة معاكي؟ انا جايبة لك ده نص الاسئلة عن الزمالك، انت بتتكلمي في ايه في حتتك؟ طيب ماشي. ما يعني على فكرة كانت في اسئلة عن الاهلي والمنتخب بس على فكرة منتجنا نص. لا ليه تمنتجوا ثقافة عامة يا دينا؟ عادي عادي. لا عيب عليك. لا انا مش عارفة. يلا مش عارفة. الزمالك فاز، اقول لك السؤال تاني، بلقب الكونفدرالية الافريقية 2019 على حساب مين؟ مش فاكرة؟ بس انا مش متأكدة. نهضة بركان المغربي. ماشي والله لازم كنت هقول، كنت هقول والله بس انا ما كنتش متأكدة. مش فاهمة ما قلتيش ليه؟ ما يعني ما عشان انت موتراني يا لينا، موتراني والله. بص الناحية التانية. طب ولاعة من ايه يعني؟ مش فاهمة. اجيب لك فاكهة؟ ماشي 7 من 10 ماشي حلوين. السؤال الأخير، مين المدير الفني الحالي لريال مدريد؟ انشيلوتي. ماشي. لا لا ماشي يا عم، مع ان انا برشلونه. ماشي ماشي يا عم. 8 من 10 حلو. 8 من 10 ده حلو جدا.